يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم حاب اتكلم عن موضوع مهم. انا نصحت كثير من اللي يعني الاصدقاء والعملاء اللي عندي في المكتب وبعضهم يسمعني حاليا، انه اذا تقدر تشتري عقار اليوم اشتر، اذا تقدر تشتري ارض في اطراف المدن اشتري، اذا تقدر تشتري شقة جاهزة او فيلا جاهزة اشتري في اسرع وقت ممكن. ليش؟ لانه في عوامل كثيرة جالسة تساعد في ارتفاع العقار في الوقت الحالي، من ضمنها اشياء لها علاقة بالتضخم. وعلى فكرة تضخم أنواع، في تضخم له علاقة بالعرض والطلب، وفي تضخم له علاقة بارتفاع التكاليف، وهذا تضخم له علاقة بارتفاع التكاليف ما ينفع فيه أصلا السياسة النقدية، ولا ينفع فيه تدخل الدولة برفع أسعار الفائدة أو خفضها أو بتقليل المعروض النقدي اللي في السوق. فنصيحتي دائما حاول تشتري اليوم، وأعطيك ملخص دراسة اطلعت عليها وبعطيك ملخص دراسة طلعت عليها بصراحة ليست في مصلحة المستهلك. الدراسة بتقول انه في دورات في الدين، ودورات الدين هذه لما بيرتفع سعر العقار ولا تتوافق قدرة الشخص انه يأخذ قرض مقابل هذا العقار، فلابد انه الشركات تبحث عن حلول ابتكارية لتوافق بين قدرة الشخص وسعر العقار. وخلاصة الدراسة التي ليست في مصلحة المستهلك اللي هي تخفيض قيمة العقار، وحتى يتخفض قيمة العقار لا تصدق انه حتنزل سعر الارض او حينزل سعر المبنى او شيء من هذا القبيل، بالعكس ستقل المساحات، ستحصل على عقار بجودة، ما نقدر نقول بجودة جودة بناء اقل، ولكن بمواقع اقل جودة، بمواقع ابعد، بمساحات. وهذه النقطة المهمة، إذا تقدر تشتري شيء أفضل اليوم ليش تأجل إلى الغد؟ وطبعا أنا ضد أنه الإنسان يشتري شيء أعلى من قدرته الحالية أو يجلس يدفع جزء كبير من راتبه لمدة 25 سنة، بالعكس أنت ممكن تجمع بين أنك تحصل